بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على إرضائك بالتمام والكمال يا أهل الإحسان يا ربنا يا كريم يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من أراد الإفساد في ملك الرحمن جل جلاله وعم نواه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني انت حبيت تكون في الضلال، منا فلما زاغ وزاغ قلوبهم ربي. تقول في آية أخرى منا سورة الحشر تقريبا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، موش في الغيوان والضلالات على غير حساب، ولا عاقبة لها للضلالة عاقبة طيبة أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته. إذا كان حضرت فيك إنسان أو يجان حق التقى، فأنت بعيد عن الضلالة، ويأس الشيطان أن يصيبك بأي ذرة من الضلالة. هذا نعيم كبير ما يجب يفهموه بدقة إلا أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل الإحسان. ويا سلام،